بيتكلم كلام مش حضرتك طبيعي. كتبت له شيك ليه بمليون جنيه؟ كان كان في حسابات بينا، كان في حساب هو كان عايز مني فلوس، انا كنت عايزه منه فلوس، كان في حسابات بينا خلصناها وبامانه ربنا قلت له اتفضل ده اللي ليك عندي اتفضل. حقوقي انا بقى، حقوقي انا ما خدتهاش، انا طلعت، انا ليا حقوق شرعيه، ليا نفقه وليا مؤخر وليا متعه اوكي وليا حق دمي، انا ولا حاجه خدتها خالص. ايوه بس حضرتك كتبت له استاذه سميه، هي كتبت له شيك بفلوس انه تمام. الفلوس دي حقه، ف تمام. كانت بتاعه ايه يعني، كانت نظير ايه؟ ما انا بقول لك كانت في حسابات بيننا، كانت في حسابات بيننا وده موضوع كبير قوي. يعني حقه يعني فلوسه، تخليص حسابات. ايوه تخليص حسابات اوكي. هو اما جاي يصرف الشيك، انا قلت له معلش استنى شويه عشان انا بره مصر وما عنديش الرصيد يكفي البتاع. انا عندي عليا شيكات التزامات ثانيه يعني، فشيكات بتدخل بتسحب اللي موجود طبعا. موجود في الرصيد. اكيد رجال الاعمال فاهمين الكلام ده، ومليون الف حد جاله حكم على يعني، ما هياش يعني مصيبه سودا يعني. الناس مهمه جدا وجالهم احكام واتشالت، لانه ده مش يعني ما هياش قضيه مرعبه، بس الناس خايفه جدا والناس قلقانه جدا عليا، وبقول لهم ربنا يخليكم ليا ما تخافوش، انا بتكرم هنا في برشلونه ومبسوطه وسعيده، وبعت لكم صورتي حتى معانا هي اي حاجه. والمحامي بتاعي بيعمل استشكال اشكال او نقد او حاجه وتمام، وهو الفلوس بتاعته موجوده في البنك يروح ياخدها، والله يسهل له. انا زهقت من مشاكله وانا زهقت. يعني انت حضرتك ناويه تدفعي الفلوس دي عشان تتصالحي في موضوع الشيك ده وتخلصي؟ تفتكر يعني يا استاذ عمرو انا حاسه كتير مش بدون رصيد، انا يعني هعمل في نفسي كده كسمعه الشيك؟ انا سمعتي الحمد لله زي جنيه. بس انت استغربتي ان هو رفع عليك قضيه؟ ده واخد حكم 3 سنين. ما هو راح لا اعلني ولا جالي اعلان، وراح خد حكم من تحت لتحت كده، وكان في جلسه وراح حضرها، ولا ان المحامي بتاعي راح ولا اي حد كان عنده فكره ان هو اصلا رفع قضيه، لان حصلت جلسه بالناس مع ناس مهمين جدا وناس كبار ليهم كلمتهم، واتفقنا هي لها حقوق وانت ليك حقوق، نخلص ده من ده وتعمل لك شيك جديد بمبلغ جديد. قال تمام اوكي. رجع قال والنبي معلش انا ما عنديش، اتنزلي انت عندك وانا ما عنديش، واتنزلي عن النفقه واتنزلي عن المعرفش واتنزلي، ما تنزلت عن حقي الدمي، جت على الفلوس. قلت ماشي مش مشكله، الله يسهله عشان خاطر عياله وامه الست الكبيره، خليكي انت ايه دايما بنت الناس والاخلاق والمؤدبه واللطيفه، وكله عند ربنا ما بيروحش خلاص. طب انت حقوقك ايه عنده؟ ما انا بكمل لك. انا ليا نفقه ومتعه ومؤخر وليا حق. انت تنزلتي عن ده كله؟ انا سبته. انت تنزلتي نزل. يا عمرو كان في اتفاق مع ناس كبار وقلنا هنعمل عقود، واتعملت عقود، عايز يمضيني انه انا ماليش عنده اي حقوق شرعيه، وانا وافقت زي الحمار الحمد لله اني ما مضيتش، الحمد لله اني ما مضيتش. بس سافرت برشلونه ما فيش، سمعت الخبر ده راح جري. كان في اتاري، كان في جلسه واتاري، كان في مقدم الشيك واخد رفض عليه اتاري. كل ده انا مش حاسه، كل ده انا ماشيه مع ناس كبيره محترمه ادت كلمه، وانا احترمتهم كرجاله واحترمت كلمتهم اللي هم قالوا نفسته على راسي. معلش يا جماعه ده حقي، طب انا اتنزل عنه ليه؟ حرام عليكم. معلش اخلصي من القرف ورؤي لحياتك ومستقبلك. انت سمية الخشب حاضر على راسي عينيا، عملت كده مشيت سافرت، راح جالي يعمل كده.